وفاة حاج وإصابة 15 في تصادم حافلتين، وسوريون يرفعون علم الثورة في المشاعر، وكلمة مهمة الأمير خالد الفيصل يتحدث فيها عن تقويم الأداء وعن أيضا تعزيز النجاحات. أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. ننطلق من أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافة السعودية. نتابع. المقال الأكثر قراءة للكاتبة بدرية البشر من صحيفة الحياة بعنوان قانون الوفرة والعيد. ليست هناك مناسبة أكثر من العيد نتعجب فيها، لما لا نفرح؟ الحكماء منا أخمدوا عجبهم بمقولة: إن العيد للأطفال. أما البؤساء فقالوا: إن العيد تغير حتى على الأطفال، فما عادوا يفرحون بالعيد مثل زمان. كل شيء تغير، كل شيء أصبح أكثر رداء. إذن يا لها من مناسبة عظيمة كي نحزن ونضع أيدينا على خدودنا ونتذكر مطلع بيت شهير للمتنبي: بأي حال عدت يا عيد، فهذا القدس محتل وهذا العراق مفتت وهذه الجولان ضائعة والعرب فرقاء تمزقهم الحروب. يا لها من مناسبة تليق بالحزن. لكن العجيب أننا لا نجيد جمع حطبها وإشعالها إلا وقت العيد، فالعيد هو السبب على ما يبدو، فلما يأتي ولا يجلب معه أفراحه التي خبرناها صغارا خلي البال. في الحقيقة أن العيد لم يتغير، لكن قانون الندرة هو بطل العيد سابقا، بل بطل الحيوات السابقة كلها. وتكمل: كل شيء نؤجله للعيد، شراء الثوب الجديد والصبر على غياب الطعام المميز ودعوات الأصدقاء واللقاء بمن طال غيابهم. ماذا يفعل العيد وقد أحرقتم عليه كل مفاجآته؟ ثوبه الجديد وشبعه ورفاهيته وحلواه ونقوده المتواضعة. بعضكم سيقول: ما الحل إذن؟ الحل هو أحد أمرين: أن تعتبروا أننا صرنا نعيش أعيادا كثيرة بسبب الوفرة فتغفروا للعيد تقشفه، أو أن تتقشفوا أنتم كما يفعل قانون الندرة كي تمنحوه فرصة يتباهى أمامكم بوفرته ورفاهيته. وتختم الكاتبة: صوموا قليلا عن المتع أو أجلوها وأعدوها في العيد مثل حبيب ينتظر، هذا إذا استطعتم على فراقها صبرا. خبئوا شيئا للعيد، أعطوه فرصة يخصكم بها بدلا من تلك الجملة التي تؤجلونها حتى يأتيكم، وما إن يطل عليكم حتى تروعوه قائلين: بأي عيد جئت يا عيد. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الرياض للكاتب تركي الدخيل بعنوان الكفيل ليس دائما على حق. لا أدري لماذا نصر على أن الكفيل دائما على حق وأن العامل دائما على باطل. أحد العاملين العرب تحدث عن أن كفيله يقمعه قمع الويل، حتى أنه منعه من تدخين نفس نوعية الدخان الذي يدخنه، لأنه شعر بالإشمئزاز أن يشترك مع عامله في ذوق واحد. ولا تسأل عن تأخير الرواتب والقمع وإجبار العامل على الكرف 24 ساعة يوميا. ويضيف الدخيل: بالمقابل هناك نماذج عديدة من التعامل الرائع والمميز بين العامل والكفيل. هناك من أطلق اسم أبنائه على كفيله، والبعض منهم خدم لدى كفيله حتى وافته المنية بكل اجتهاد وإخلاص. يذكر لي أحد الفضلاء أن عاملا في السعودية عمل منذ سنة 20 عند أحد العقاريين الكبار، يقود به سيارته ويتجول به ويقضي مشاويره معه. تطور الأمر إلى أن عرف مواعيد أدوية كفيله ومبتغياته وأشيائه. بقي هذا السائق أكثر من 40 سنة لدى الكفيل ولم يفصلهما إلا الموت. كان يتناول معه الغداء أحيانا، لم يكن التعامل فوقيا بل كان شريكين في الجهد المبذول. ويكمل الكاتب: النرجسية التي تنتاب الكفيل نزوة لها تبعاتها، وهذا يصح حتى على المرأة أيضا التي تعزل الخادمة وتقصيها وتميزها بالتعامل والاحتقار ورفع الصوت. هذا التعامل يعكس الثقافة المتكبرة على فراغ من الأمر، ما أقسى أن يتغطرس أبناء مجتمع عادي مثله مثل غيره من المجتمعات وله الكثير من الأخطاء والعيوب، يتغطرسون على العمالة ينسون أن بنغلاديش فيها 3 فائزين بجائزة نوبل والإبداع العلمي في شرق آسيا أكثر من أن يحصر. ويختم الدخيل: لنتخلى عن نرجسيتنا ونتواضع أكثر،
فالعمال معنا هم الذين يقومون على شؤوننا، فلا نتدخل حتى في تفاصيلهم أو نأنف من تقليدهم لنا، كما هو صاحبنا الذي بدأت بقصته المقال. التواضع مفتاح الحب والسعادة للنفوس. وكلما تغطرسنا كلما اقتربنا من الشياطين، وكلما تواضعنا اقتربنا من إنسانيتنا الحقيقية. التعليق الأبرز للقارئ إياد الحميدان: بلادنا بلاد الإسلام، والإسلام يحث على التواضع، فيجب علينا جميعا كمسلمين التواضع مع كل الناس حتى يرفعنا الله بالعلم والإيمان إلى أرفع الدرجات. اللهم ارفعنا بالإيمان والعلم إلى أرفع الدرجات في الدنيا والآخرة. المقال الذي اختاره لكم فريق يهالة للكاتب صالح الشيحي من صحيفة الوطن بعنوان هؤلاء بشر مثلنا، يقول: هؤلاء بشر مثلنا شيئا من الإنصاف، لابد لنا من إعادة ترتيب علاقتنا بهؤلاء الملايين الثمانية الذين يعملون بيننا. نعم، هناك عشرات المليارات تخرج من بلادنا كل عام، هناك أموال هائلة تخرج من البلد، هذا صحيح، هناك جرائم ترتكب، جرائم بشعة وسرقات وترويج للمسكرات وغيرها من صنوف الفساد، هذا صحيح، هناك مزاحمة لليد العاملة المحلية واحتكار ومنافسة، نعم هذا صحيح. ويضيف الشيحي: لكن هذا الذي يحدث لا يقوم عليه كل هؤلاء الملايين الثمانية حتى نصوتهم ونحتقرهم ليل النهار، فإن فعل ذلك مليون فالملايين السبعة الباقية تستحق منا شيئا من العدل والإنصاف. هؤلاء هم عمال النظافة الذين ينظفون شوارعنا، هؤلاء هم سائقو الشاحنات التي تجوب طرقاتنا، هؤلاء هم الأطباء والممرضون، هؤلاء هم خدم المنازل وغيرهم كثير. ويكمل: هل كنا ننتظر مثلا أن يعمل هؤلاء لوجه الله؟ هل كنا ننتظر من هؤلاء أن يتركوا أطفالهم وأسرهم ومجتمعاتهم لأجل سواد عيوننا؟ الوافدون موجودون في كل مكان في العالم، بل أن هناك من السعوديين من ينظر إليهم في بعض المجتمعات أنهم من الوافدين. ويختم الشيحي: نحن في أيام عيد، ويفترض أن نتعامل مع هؤلاء بنظرة إيجابية، هؤلاء بشر مثلنا جاءت بهم الحاجة، ولولا الحاجة لما جاءوا إلينا. والأيام دول، فكما غرب أجدادنا وشرقوا بحثا عن لقمة العيش، غرب هؤلاء وشرقوا ومن يضمن المستقبل. ونتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاج الأنشط بين المغردين والمغردات، وقبل ذلك الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من صحيفة الرياض لعبد السلام هليل، الذي يصور أوضاع السوريين من مجازر النظام. من الهاشتاجز الأكثر نشاطاً: الإسلام أفضل دين، لأنه هاشتاج يشارك فيه المغردين بفضائل ومحاسن الإسلام وما يميزه عن بقية الأديان. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة على اليوتيوب: فيديو بعنوان إيش القصة؟ الجزء الثاني من سلسلة القصة الكاملة للبرنامج الكوميدي إيش اللي؟ لبدر صالح. إيش ده؟ وتقفل وما أدري، وخلاص جاله اكتئاب مسكين الولد. أظن اللي صار إن أول ما نزلنا إحنا الفيديو الناس سوتوا الداونلود، ولما لما نشال الناس رجعوا رفعوه، صاروا يرفعوه ويقولوا هذه عشانك يا بدر وإحنا ندعمك. صار الفيديو بالتعريف الصحيح فايرل، يعني فيروسي، صار ينتشر لحاله. حاولنا نجيب رد إنه لا يزعل أبو ميشو ولا يزعل ميشو ولا يزعلني ولا يزعل جمهوره ولا يزعل أي أحد ولا يزعل ما إنه رد شافي ووافي لكل الناس. كان بدر رهيب، كان مرة متحمس. He's completely different من البدر اللي أعرفه. صرت أقول له لعبد الله مندو أم عمر مرات كانوا هناك، بس قلهم الله يخليكم أبغى أصور، ما ينفع 4 الفجر، الله يخليكم الله يخليكم. ونتابع نشرتنا مع أخبار السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام. ثمانية بالمئة نسبة زيادة الحجاج هذا العام وفق الحسابات العامة، 1.4% معدل ارتفاع متوسط إنتاج المملكة من النفط في الربع الثالث، 1.4 مليون ذبيحة هدي وأضاحي الحجاج، 5 مليار ريال لتغطية احتياجات المشاعر من الأدوية، 8.1% نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بحسب دراسة حديثة عن تدني مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل الخليجي، 5 مليار ريال لرفع مخصصات تحلية المياه العام المقبل لزيادة الطاقة.
إذا نتوقف مع فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم. أدى تصادم حافلتين للحجاج إلى وفاة حاج وإصابة 15 حاج بإصابات متفرقة. وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنه نجم عن الحادث وفاة حاج، وتم نقل الحجاج المصابين إلى عدد المستشفيات القريبة من مشعر منى. معي عبر الهاتف مازن الغامدي مساعد المشرف العام على نطاق منى بالهلال الأحمر السعودي. أهلا وسهلا بك. ما الذي حصل في الحادث ومن المتسبب فيه وما هي حالة المصابين الآن؟ وهناك أنباء عن وفيات أكثر يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير أستاذ. قبل الله من حجاج بيت الله الحرام دعاهم ونسكهم. نعم أهلا وسهلا. طبعا البلاغ ورد إلى وقت العمليات تقريبا حوالي الساعة 3:10 الواحد بعد الظهر عن حادث تصادم بين حافلتين. طبعا نتج عن الحادث هذا الاصطدام إصابة 15 حاج وحاجة. بعد وصول فرق الهلال الأحمر الموقع وصول إلى الموقع تبين حالة ما بين متوسطة إلى طفيفة إلى حرجة الأمان. فالحمد لله بعد فرز الحالات واستخدام النظام الفرز الطبي للمصابين في الموقع تم تصنيفها وفق كروت الفرز الدولية المعروفة. طبعا الحالات الحادث نتج عن 15 حالة هذه تم التعامل معها بكل سرعة ودقة طبية في الموقع وتم إسعافها وفق حالة كل مصاب. طبعا المصابين جميعهم من جنسيات مختلفة وفق تعرف باصات تقوم بنقل الحجيج من موقع آخر. كان بعد أنفاق الملك خالد طيب باتجاه العزية في مكة. طيب أستاذ مازن، من بداية الحج الآن كم عدد الوفيات؟ والله الآن كإحصاء الحالات الوفيات الآن ما في أي إحصاء معين يعني إلى الآن، لسه ما انتهى الموسم وكل يوم فيه إحصاء يصدر في منتصف الليل. نعم شكرا أستاذ مازن الغامدي مساعد المشرف العام على نطاق منى بالهلال الأحمر على هذه المداخلة. أيضا معي الآن سعادة اللواء عبد الرحمن المقبل. أهلا وسهلا بك سعادة اللواء، كل عام وانتم بخير. لنا ثلاثة أيام ندور لك بس ندري أنك مشغول في المعمع. نهنيكم على النجاح اللي صار، وودي بس نشوف في حديث عن حوادث، في حديث عن وفيات، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق من خلال يعني الإحصاءات اللي تردكم ومن خلال الحوادث اللي يتم البلاغ؟ أبداً يعني الحمد لله. الآن بالنسبة للمشاعر يعني المقدسة وعمليات نفخة الحجيج، عمليات تصعيدهم إلى مشعر عرفات أو إلى منى خلافه، كل هذه ولله الحمد لم تشهد الحوادث إطلاقاً. كذلك بالنسبة لمنشآت الجمرات كل الأشياء هذه لم يعني تشهد أي حوادث. حوادث مرورية، في حوادث مثلا حوادث التاس، في حادث الحوادث المعتادة اللي في ذات الكثافة العالية بين المركبات والمشاة، صحيح هذا شيء يحصل لكن ليس بالشكل اللي يعني المقلق. نعم طيب سعادة اللواء، احنا وضعنا السنة هذه بالنسبة للخطة المرورية نعم تسمعني سعادة اللواء؟ الو انا اسمعك تسمعني؟ سامع تفضلي. المقارنة بالعام الماضي هل نحن ألو. افضل هذا العام ام لا؟ والله استاذ علي ترى يقطع صوت اقول لك مقارنة بالعام الماضي وخطة هذا العام، هل نحن افضل؟ هل النجاح افضل ام انه نفس المستوى؟ والله طبعا المؤشرات يعني عندنا دلائل والمؤشرات، يعني مثلا اذا جينا نقارن مثلا عمليات التصعيد الى عرفات واكتمال الخطوط كلها في مشعر عرفات الساعه 8:21 طبعا تعتبر يعني اكثر بكثير من العام الماضي. لما نجي لخطه الترويه من العاصمه المقدسه ومن المسجد الحرام من المكي الشريف الى مشعر منى يوم الترويه يوم 8 نفس الشيء، اكتملت يعني في حدود 9:30 صباحا اكتمل الحجيج كلهم على صعيد مشعر منها.
فهي تقاس بمدى بالفترة الزمنية للتكامل، لأنه إحنا أمام تحدي كبير أستاذ علي، عندنا محدودية المكان ومحدودية الزمان صحيح. وتعدد النسك، وهذه كلها تحديات كبيرة، كلها يعني تشالنج، تحدي كبير في عملية نقل 3 مليون، وما نواجهه زي ما تفضل سمو سيد الأمير خالد الفيصل في المؤتمر الصحفي، وقال أنه إحنا أمام زيادة في عدد الحجاج الغير نظاميين عن العام الماضي مقارنة بالحجاج اللي من الخارج، إنه كان عددهم أقل، ولكن النسبة هنا صار أكثر، معناته إحنا أمام يعني تحدي كبير هنا في عملية إنه أنت تضع خطتك على عدد معين وتضع مركباتك على عدد معين وتفاجأ بعدد يفوق هذا العدد بضعف أو ضعفين. طيب سعادة اللواء، قطار المشاعر هل كان السنة يعني هل أضاف لكم سهل مهمتكم عندما وضعتم الخطة المرورية وحطيته في البال، أم أنه السنة هاي طبعا إحنا نتكلم عن قبل يومين أو يوم عرفة كان في مشكلة هناك، ربما يعني الناس المسؤولين عن قطار المشاعر يقولوا ليس لنا علاقة، المشكلة في الناس، في عدم وعي الناس وعدم الالتزام. أنا أسألك يعني كمسؤول عن المرور يعني في 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 السعودية أو لا حتى في 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 موسم الحج، هل كان هل أضاف لكم أم أنه كان عبء بصراحة؟ والله شوف يا أستاذ علي، يعني الإضافة لا، اللي ينكر عملية الإضافة يكون جاحد. تتكلم عن 500 ألف، عن 500,000 ينقلون في وقت واحد يعني في خلال ساعات، ما يأخذ من الطريق حيز، يخرج عدد من ينقل بسرعة عالية، هذا كلام، هذا يعني كلام أي واحد يجحده يعني غير عاقل. لكن ايش اللي صار في المحطه، ايش اللي الاشياء هذه، طبعا احنا نعمل على عمليه الاداره المروريه، ليسنا مكلفين بالاداره المحطات، هناك ناس مخصصين لاداره المحطات، وزي ما تفضل سمو الامير انه هناك يعني لجنه تحقق في عمليه التاخير اللي صاير هذا وسبب التاخير. لكن خليني اقول لك انا استاذ علي انه احنا في خطه المرور كنا واضعين حافلات في عرفات للطوارئ، لو لا سمح الله وصل إلى وقت يعني حرج جدا صخينا الحافلات هذه وقامت بالنقل، لكنها لم تطلب الحافلات اللي كانت في الطوارئ في مواقف الطوارئ، وكانت أكثر من 200 حافلة بالإمكان أن نستخدم 300 حافلة أعتقد في مواقف الطوارئ في مدخل السيارات الصغيرة مع الدائرة الجنوبي، وما كان في طلب لها حقيقة. لكن نعم يعني هو محطوط في الحسبان، ويجب أن تكون لدينا خطط بديلة، ويجب أن يكون لدينا للطوارئ خطط، ويجب أن يكون لدينا لا سمح الله الكوارث الطبيعية زي الأمطار زي الحرائق لا سمح الله زي أي شيء أمني، يجب أن يكون عندك خطة بديلة لإدارة الكوارث وإدارة الأزمات. فلم تصل حقيقة، فهي وصلت إلى موقف أنا صراحة يعني لا أقدر أن أتكلم فيه لأنه لا أملك المعلومة كاملة أمانة، لكن صريح معك. يعني أنت لما تقول في 300 حافلة و200 تحطتوها تحسب ولا أي طارئ ولم تطلب منكم، اعتقد انه يمكن كان في سوء تصرف وسوء اداره في الموقع، يعني طبعا التحقيق لم يكتمل حتى يعني نحصل على الاجابه الوافيه، لكن كان امر شويه مزعج للحجاج. صار مزعج، نعم هو مزعج لا جدال في الكلام هذا، ويعني انا حقيقه يعني باسمي يعني اسف جدا صراحه، لكن انا صراحه ما اقدر افتي ولا اقدر اجيب في الكلام هذا اطلاقا، لانه خارج حدود صلاحياتي وخارج حدود مهماتي. لكن ما أدري صراحة وش اللي صاير، أكون صادق معك، لكن ثق تمام الثقة، يعني الأمور هذه خاصة في مواقف زي هذه ما تمر بسلام. يعني لازم أن يكون هناك إجراء، وإجراء يعني لعملية تصحيح المستقبل، لأنه الحج يعني فرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما هو موسم خاص. نعم. طيب سعادة اللواء أخيرا، يعني خطتكم المرورية أنتم أعتقد تنتهي غدا، المتعجلين يوم ما بعد ذلك، غير متعجلين تكون الأمور الحمد لله تكون أسهل، إيش أبرز المخاوف اللي تتخوفون وتتحوطون منها غدا؟ أنا مخاوفي كثيرة جدا من الحرم المكي الشريف سلالي. يعني الطاقة الاستيعابية للحرم تعرف أنه المطاف ما يستوعب إلا 60,000 أو 65 أو فيها الحدود من 60 إلى 70,000، وأنت تتكلم عن تدفق في منشآت الجمرات يتجاوز 500,000، كلهم بيتجهوا للحرم المكي الشريف. أنا أقول أنه يعني أرجو، مع أنه إن شاء الله يعني قيادة قوات أمن الحج بمتابعة مع الفريق وسعادة النائب
يعني واضعين خطة لعملية إحكام السيطرة على مداخل الحرم المكي الشريف. أنا أرجو أنه من الأخوان أنهم يتبعوا الإرشادات اللي ترسل سواء من قوات أمن الحج أو الدفاع المدني أو الجهات المنظمة داخل الحرم المكي الشريف، لأن الضغط حيكون كبير على الحرم المكي، وأنه لا يستعجل في طواف الوداع. يعني ما هو على عجلة، إذا كان مقيم يروح ويرتاح لين يشوف معدل الكثافة انخفض. هو بس الحرم المكي الشريف اللي إن شاء الله يعني نتمنى أنه يعني الاحتياطات إن شاء الله يعني مأخوذة في الحسبان. إحنا في عملية النقل حنحاول أن نضخ عملية النقل على المنطقة المركزية بطريقة منظمة وليست بفتح خطوط، ويمكن نحول على خطوط أطول بحيث الرحلة تكون أطول، بحيث أنه الحجاج اللي وصلوا في الأول يأخذون حقهم في الوقت لإتمام طواف الوداع. كل هذه الأشياء يعني هذه بس له، ولا بقية الأمور إن شاء الله بإذن الحي القيوم أنها مرتبة سواء من جهة الجمرات أو في عملية ضخ الحافلات إلى المنطقة الساخنة والحرجة اللي بين سوق العرب وبين الجوهرة. نعم، سعادة اللواء عبد الرحمن المقبل مدير الإدارة العامة للمرور ومسؤول عن مرور منى، شكرا لك على المداخلة وكل التمنيات لكم بالتوفيق غدا وبعد غد. إذن إحنا عندنا فاصل الآن يا شباب، فاصل ونعود لكم بعد غد. أهلا وسهلا بكم. أثارت صورة لحجاج سوريون يحملون علم الثورة في المشاعر المقدسة البارحة الجدل على تويتر حول تسييس الحج في الوقت الذي تحذر فيه المملكة من أي تحرك سياسي داخل المشاعر المقدسة. من جهة أخرى، كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية قبل عدة أيام أن جماعة الإخوان المسلمين ستعقد خلال أيام الحج اجتماعا مغلقا في السعودية يضم قيادات الجماعة على مستوى العالم خلال فترة الحج. مزيد من التفاصيل حول خلفيات التسييس في هذا التقرير. في حين أن المملكة تنهج نهجا مستقيم في المحافظة على سير الحج خلال الأعوام السابقة كفريضة عبادة ليس لها أي علاقة بالأمور السياسية، تسعى بعض الدول كإيران إلى طلب مسيرات احتجاجية في الحج كما فعلت قبل عامين. الأمر يتكرر في كل سنة، مما حد المملكة بالمحافظة على سير الحجاج بطريقة آمنة من جميع النواحي بتكليف حشود بشرية من الأمن والصحة لإبعاد أي منغصات للحجيج. خلال هذا العام استجدت عدة أمور بالإضافة إلى سابقتها، منها مهاجمة النظام السوري عبر تصدير إشاعات بمنع الحجاج السوريين من الحج، يتناقض مع احترام حرية المعتقد، يهدف إلى إيقاع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين على امتداد العالم وإثارة الصراع. ومن جهة أخرى، نشرت عدد من الصحف أن جماعة الإخوان المسلمين ستعقد خلال الحج اجتماعا مغلقا في السعودية يضم قيادات الجماعة على مستوى العالم خلال فترة الحج، بينما السعودية بقت على موقفها الثابت للتصدي لأي تسييس للحج أياً كان نوعه. شكراً محمد الحبيب. معنا في الاستوديو الكاتب الإعلامي الأستاذ عبد الله العميري، أهلاً وسهلاً بك. كل عام وأنت بخير. طيب إن شاء الله. أنت بخير إن شاء الله. وأيضاً ينضم لنا الباحث الإسلامي الدكتور محمد سعيد الدباس، أهلاً وسهلاً بك. أهلاً وسهلاً بكم. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير إن شاء الله. أستاذ عبد الله، إيش رأيك في التقرير؟ يعني أو تعليق عليه إذا جاز التعليق. تقرير جميل بصراحة من الأخ محمد، بس أنا شايف إن في حساسية من الأخوة في سوريا، يعني من يبدو لي إنه متحدث عن النظام السوري. نعم، اللي بيتحدث عن النظام السوري. أنا أشوف يعني موضوع مسألة العلم اللي رفع، طول عمرنا نشوف الأعلام ترفع، أعلام الدول الإسلامية أو الأعلام بشكل مختلف حتى ما تنتمي لبعض الدول الإسلامية، لكن حساسية الموضوع لأنه يعني العلم يمثل الجيش الحر، فبالتالي انعكاسه على النظام السوري والحكومة السورية كان يعني بحساسية، وأخذوه من جانب آخر، وأتوقع أنه
استغلوها فرصة لإثارة ما يعتقد أنه السعودية ضدهم وهو تسييس الحجم وقاعة تسييس الحجم. المملكة عن مشكلة العالم ما هي بقدر بقدر تحويل أي شيء إلى شيء عملي وحركة، هذا هو المزيد. بالضبط، هو مستغلال موقف لتحويله إلى أهداف أخرى. نعم. وهذا واضح. موقف المملكة على كل حال هو ذا المهم، موقف المملكة موقف ثابت بغض النظر عن ما يثار في الحج من استغلال لفرص أو صح التعبير محاولة اقتناص فرص للتأثير على سياسة المملكة أو موقف المملكة تجاه الحج. موقف حاسم. نعم. الحج عبادة لها أهداف محددة لا يجب أن يشغل فيها المسلمون، أتوا من بلادهم لهدف، انتهون لهدف. إذا كان هناك من هذا من رؤية أخرى، إذا كان هناك من رغبات أو من أهداف تريدها الدول الإسلامية، وليكن أنا برأيي الشخصي وليكن هناك مؤتمرات ممكن تعقد، هناك مثلا اجتماعات ممكن تعقد، لكن لا يلتف على الحجاج أو يستثمر أو يستغل الحج لإثارة بلبلة وإثارة نعرات وإيضاح للعالم من الحج فوضى. أنت بإمكانك تجتمع مثلا مع الحكومة السعودية، كانت الحكومة الإيرانية أو غيرها أو النظام الإيراني يريد أن يجعل من الحج مناسب لالتقاء المسلمين واجتماعهم وتحديد سياسات ومواقف، وليكن. أنا برأيي لم يظهر من الحكومة السعودية معارضة في هذا الاتجاه، المعارضة أن يتحول الحج ذاته المناسبة إلى فوضى. طيب راح نرجع بس الموضوع الإخوان، بس دكتور محمد ودي تعلق أيضا على المتحدث مجلس الصغير طه القلم طه الشر بسيطة المتحدث السوري والتعليق على التقرير، وهل هناك ما يحرم رفع الأعلام أو شيء من هذا النوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أننا نعتقد أن الحج تظاهرة إسلامية عظيمة ورائعة، ويأتي الناس إليه من مشارق الأرض ومغاربها، يأتون طبعا بخلفياتهم وسياستهم وتنوع أفكارهم، ولكن هذا لا يسمح لهم بحال من الأحوال أن يفرضوا رأيهم على الناس ولا يحدثوا بلبلة. يعني الحج أشهر معلومات، الحج كما تفضل أخونا الأستاذ عبد الله شعيرة وعبادة ونسك وأمر عالمي، نريد أن نبين في هذا المؤتمر العظيم وفي هذه التظاهرة الرائعة التي تبين سواسية المسلمين أمام الله عز وجل، وتبين حاجة المسلمين إلى خالقهم، وتبين حاجة المسلمين إلى الوحدة، إلى وحدة الهدف، إلى وحدة الموضوع، إلى وحدة الآمال، إلى وحدة الآلام، إلى وحدة العبادة. هذا ينصرف كثيرا عن أن نحد الحج لنثير فيه إشكالات سياسية أو إشكالات اجتماعية أو إشكالات غير الأمر الذي فرض من أجله. ربنا سبحانه وتعالى فرض الحج ليتعبد الناس الله سبحانه وتعالى، وليكونوا على سنة إبراهيم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على الأنبياء جميعا. لذلك أنا أعتقد أن المضي في متابعة الأهداف الصغرى للحجيج هذا أمر لا يحبذه عاقل ولا يدعو إليه عاقل، وإذا أحدثنا هذا أحدثنا بلبلة كبيرة في صفوف المسلمين، وأحدثنا شرخا أيضا بين صفوف المسلمين، وهذا ما يدعو الإسلام إلى عكسه وما يدعو الحج إلى عكسه. يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التضامن، يدعو إلى التوحد، يدعو إلى اللهم صل على محمد، يدعو إلى إلى توحيد الله عز وجل وتوحيد الله وإفراده بالعبادة وإفراده بالطاعة وإفراده بالربوبية سبحانه وتعالى. وهذا قد يتضارب مع الأهواء الشخصية والأهواء السياسية، فلذلك يجب أن نغلب الطاعة والعبادة على الأهواء السياسية والأفكار السياسية التي قد تكون مشوبة بكثير من الأمور الفردية.
نعم. طيب أستاذ عبد الله، موضوع الإخوان وفرضية اجتماعهم، أتوقع هذا الكلام دقيق، وإن صح هل هو مناسب؟ هل أحد راح يلوم المملكة إذا رفضت هذا الاجتماع؟ أو أنه اجتماع المكان فرضه يعني لم يكن مخطط؟ هذا ما أشيع يعني قرأنا في الصحف المصرية قبل أن يصل إلى أي صحيفة أخرى وسيلة إعلام، وتحديدا اليوم السابع نشرت الموضوع هذا وتصريحات عنهم أنه في هناك اجتماع لقيادات، اجتماع عالمي، قيل أن اجتماع عالمي لقيادات الإخوان في مكة المكرمة للبحث في مسألة دعم الثورة السورية والمواقف في المنطقة إلى آخره. بغض النظر أن أي يكون الاجتماع يعني فحوى الاجتماع، أنا أتصور اختيار الزمان والمكان في رأيي غير مناسب، لأن إذا كان المسألة تخص الأمة وتهم الأمة فاجتماع الأمة هو المفروض اللي يتم، ما هو فقط حزب أو جماعة يجتمعون لغرض أو لهدف ما. أنا برأيي الشخصي وقناعتي الشخصية الاجتماع لا ينم عن مصلحة للأمة الإسلامية بقدر ما هو تفريق وتحزب وزيادة تشرذم للأمة الإسلامية. لماذا؟ لأن الاجتماع يخص جماعة حددوها لقيادات الإخوان، وكأن بقية المسلمين لا ينتمون إلى الجماعة الإسلامية. يعني إذا سمحت لي أنا أذكر مثال صغير بسيط جدا، أعتقد هو حسن البنا في موسم حج مثل هالمناسبة، عندما اجتمع المسلمين واستقبلهم الملك عبد العزيز، أتى وقال لي بنفتح للملك عبد العزيز، بنفتح عندكم إذا تسمح لنا طال عمرك جماعة للإخوان هنا. قال يعني كلنا إخوان في السعودية، شوف لكم بلد غير إسلامي افتحوا فيه. في المقصد إذا كان المقصود فيها كأمة إسلامية فالاجتماع موجود وحاصل، كما ذكرت سالفا أنه إيران والجماعة الإخوان وأي دولة إسلامية يكونون كتلة واحدة لهدف واحد، ولكن أن يجتمع جماعة إخوان من ناحية وهؤلاء يدعون إلى الفوضى من خلال تجيش الحجاج للقيام بمظاهرات لا طائلة منه ولا فائدة منها إلا زيادة تشرذم الأمة، فأنا أتصور مع الحكومة السعودية تمام الحق لإيقاف مثل هذه الاجتماعات. إذا أرادوا أن يجتمعوا في مكان آخر، ليس في المناسبة وليس في مكة، هذا رأي الشخص. تتفق ولا تختلف مع هذا الرأي؟ لا والله أتفق معه تماما، لأن هذا الاجتماع العالمي، الحج مؤتمر عالمي وليس مؤتمرا لجماعة الإخوان المسلمين أو لجماعة حزب التحرير أو لجماعة أي جماعة من الجماعات، لا على التعيين. المؤتمر تظاهرة عالمية، الحج مؤتمر عالمي يتنادى إليه الناس في وقت محدود وفي زمن محدود وفي مكان محدود، وهو ليس مسرحا لعرض العضلات وعرض الأفكار، وبالعكس يعني يجب أن يكرس المسلمون وقتهم وجهدهم للعبادة، للدعاء، للخشوع، للتذلل على باب الله عز وجل، ولطلب النصرة من الله عز وجل لإخوانهم. إذا أرادوا الاجتماع فليكن في مكان آخر. صحيح أنهم قد لا يستطيعون الاجتماع يعني بهذا اليسر وبهذه السهولة، أن يدخلوا إلى بلد بجواز سفر مؤقت بقصد الحج. عفوا يا شيخ، يستطيعوا يدخلوا أي مكان ويجتمعون فيهم، وكلهم القيادات يعني 20-30-100 يستطيع أن يدخلوا في مصر ويلتقوا في مصر، لكن أنا برأيي أنه مختار المناسبة للتعبير أو إيصال رسالة ما. صحيح، بس هذا ما هو مكانهم. حتى الدخول إلى بلد أخرى الحقيقة ليس من السهولة بمكان، هناك ضوابط. لا، جماعة الإخوان سيطر على مصر الآن. لا، مصر الآن أوكي. الآن مسيطر على جماعة الإخوان، ورئيس الجماعة عفوا في موجود في مصر، باستطاعته أن يرسل لكل الطائفة أو تلك الجماعة يجتمعون عنده بالقاهرة، ولكن لن يجد صدى مثل ما يعتقدون لو اجتمعوا في مكة وكأن الأمة اجتمعت عليهم. من قال أن الأمة اجتمعت عليهم؟ لأن الهدف ليس واضح في العالم الإسلامي. يعني أنا الآن التقنية العالمية الحديثة أصبحت تمكن الناس من الاجتماع في كل أنحاء العالم على يعني كونفرنس كول، على مؤتمر، على مكالمة جماعية. هو هدف تحويل الحج إلى يعني استغلال الحج. نحن ضد تسييس الحج. بالضبط. نحن ضد تسييس الحج، ونحن ضد يعني وهذا أمر يعني هذا أمر تعبدي، أمر شرعي، أمر عقدي.
نحن أتينا إلى هذه التظاهرة العالمية، إلى هذا المؤتمر العالمي، إلى الحج الأكبر لنؤدي فريضة ولنؤدي نسكا وركنا من أركان الإسلام. فيعني لا يجوز بحال من الأحوال أن يعصى الله وأنت تدعي طاعته. يعني تعصي الإله وأنت تذكر حبه أو تدعي حبه يعني وطاعته. لذلك أنا أعتقد أنه التوقيت غير صحيح وطريقة غير صحيحة، وآمل أنه إخواننا الإخوان المسلمين الله يجزيهم الخير يتفهموا هذه الأمور ويصلوا إلى حل مناسب. إذا أرادوا أن يجتمعوا في غير وقت الحج فبها ونعمت، وإذا أرادوا أن تلتقي قياداتهم فلا مانع إطلاقا، ولكن دون أن يسببوا للحجيج تسييسا وللحج تسييسا. طيب بس قبل قطع الفاصل استاذ عبد الله، بس نصحح مو بصحح، ابغاك تعيده مره ثانيه لانه يبدو لي فهمت غلط شوي في الموضوع. اجتماع الملك عبد العزيز، خلني اكتب لهم في على تويتر ياسر زميلنا العزيز ياسر الغسلان، يبدو لي هو عنده فكره او انه ما سمعت فكرتك مضبوط. ف بقول لهم الان تسمعون هذه مي فكرتي، هذا كلام تاريخ بس ابغاك تعيد هي ليست فكره لكن معلومه. انت تقول طلبوا من البنا نعيده بس من جديد. اي دخل على الملك عبد العزيز مثل هاليوم اجتمعوا استقبل قيادات الامه الاسلاميه في مناسبه الان اجتمع حسن البنا، لا مجتمع في مثل هالمناسبه. نعم مثل اليوم الملك عبد الله اليوم استقبل قيادات. لا بس في ذاك الوقت الملك عبد العزيز استقبل البنا وبعدين وقال له طلب منا انه ينشئ البنا، طلب الملك عبد العزيز اي ينشئ جماعه له فرع هنا في المملكه العربيه السعوديه، يعني فرع للحزب الاخواني. نعم. فرد عليه قال له ببساطه احنا كلنا اخوان، يعني في الشعب المملكه كلهم مسلمين يعني كلهم اخوان، هذا مقصده كلهم مسلمين. فشوف لك بلد يعني فيها اقليه اسلاميه حتى تنشر الدعوه الاسلاميه، هذا المقصد من الملك عبد العزيز. اذا حدد كان الملك عبد العزيز بيقول له يا اخي احنا مسلمين، تنشر دعوه اسلاميه ما بين المسلمين ممكن يصحح مفاهيم، ولكن تنشر الاسلام ما بين غير المسلمين. اذا انا بالنسبه لقراءتي للموضوع وكأن هذا برايي الشخصي، الملك عبد العزيز يقرا انه افكار او توجه الاخوان ليس توجها يعني دعويا بقدر ما هو توجه سياسي، وهذا ما اتضحت فيه الصوره في الاخير. طيب راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. سنستمع بعد الآن إلى كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين اللي اليوم قالها في عندما استقبل رؤساء الدول والقيادات وضيوف خادم الحرمين الشريفين. كلمة تحدث فيها عن أمور مهمة ولكن تحدث عن التصدي لكل معتدي على الأديان. نتابع هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وأتمنى لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وكل عام وأنتم بخير. منذ عهد سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام مروراً بعهد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أيامنا هذه، والمؤمنين يتوافدون على بيت الله الحرام ملايين النداء الحق، نداء الحق في مشهد عظيم يجسد فكرة المساواة، ومتمسكين بالأمل بالله جل جلاله في وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الفرقة والتحام الصف الإسلامي في وجه أعداء الأمة والمتربصين بها. إن حوار الأمة الإسلامية
مع نفسها واجبا شرعيا، فالشتات والجهل والتحزب والغلو عقبات التهدد آمال المسلمين. إن الحوار تعزيز الاعتدال والوسطية والقضاء على أسباب النزاع والتطرف، ولا مخرج من ذلك إلا أن نعلق آمالنا بالله، فهو القائل: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن ثم التوكل بعزيمة مؤمنة لا تعترف بالعثرات مهما كانت. أيها الأخوة الكرام، إن فكرة مركز الحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أعلنا عنه في مكة المكرمة لا يعني بالضرورة الاتفاق على أمور العقيدة، بل الهدف منه الوصول إلى حوار، إلى حلول للفرقة وإحلال التعايش بين المذاهب بعيدا عن الدسائس أو غيرها، الأمر الذي سيعود نفعه لصالح أمتنا الإسلامية وللجميع. من مكان هذا وبجوار بيت الله الحرام أطلب من هيئة الأمم المتحدة بمشروع يدين أي دولة أو أي مجموعة تتعرض للأديان السماوية والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا واجب علينا وعلى كل مسلم تجاه الذود عن حياض ديننا الإسلامي والدفاع عن رسالة الحق. هذا، وأسأل الله أن يعزز الأمل في قلوبنا والمعقودة به أن يثبتنا على الحق والطاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذه كانت كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم. تعليق دكتور؟ كلمة يعني رائعة جدا، مختصرة مفيدة، تبين أن الإسلام دين الحق ودين الفضل، ونحن لا نعتدي على أحد بحول الله وقوته، ويعني توجيهه وطلبه من الأمم المتحدة إدانة كل من يتعرض للأديان، وهذا منتهى التسامح ومنتهى الخلق الكريم، وهذا هو الإسلام المعتدل. وكذلك أيضا توجيه طلب إلى الأمم المتحدة بأيضا إدانة كل من يتعرض للأنبياء جميعهم. يعني المسلم لا يكتمل دينه إلا إذا احترم وأحب وأطاع الأنبياء جميعا فيما أتوا به عن ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الأمر الذي دعا إليه وشرحه أيضا باختصار شديد، وهو أننا لا ندعو يعني في الدعوة إلى الحوار بين المذاهب، نحن لا نريد كأهل سنة وكمسلمين معتدلين لا نريد أن نتسلط على أحد، ولكن نريد أن نحق الحق وأن نبطل الباطل. فإذا أحقوا الحق كما نحق الحق فنحن وإياهم سواء، وإذا لم يحقوا الحق الذي أحقه الله وأيده الله وأيده الإسلام وأيده رسول الله فنحن على خلاف معهم. ونحن لا نريد تسلطا ولا نريد اعتداء على أحد ولا نريد تجبرا على أحد، إنما نريد أن نوصل هذا الدين بالمد الإسلامي الواسع إلى أقاصي الأرض، حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا
دخله هذا الدين إن بعز عزيز أو بذل ذليل. الإسلام دين وسطية، نعم. دين اعتدال، نعم. مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب معتدل، مذهب متسامح، مذهب كريم وفاضل، ولا نحمل حقدا ولا غلا. يعني من آيات الله عز وجل ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فنحن ليس لدينا أي غل على المؤمنين من أي بقاع الأرض ومن أي مذهب، إذا كانوا لا يحملون غلا علينا، وإذا كانوا لا يواجهوننا بالاعتداء والضرب والشتم والإهانة والإذلال وإهانة نبينا صلى الله عليه وسلم ورموزنا الإسلامية. نعم. أستاذ عبد الله، لماذا يعني طلب الملك في هذا التوقيت تحديدا الأمم المتحدة بالتصدي لمن يعتدي على الأديان وغير ذلك؟ يمكن هو سبق طبعا أن طرحت مسألة الحوار، وهذا داخل في ضمنها، وصار إيصال رسالة للعالم أن الإسلام دين تسامح ودين مستعد إلى الحوار في هذا الوقت تحديدا. أتصور لكثرة انتشار الاعتداء على الإسلام، وأيضا من الأطراف، بعض الأطراف الإسلامية هناك يعني زيادة في الرؤية غير السليمة تجاه الطرف الآخر، من منظور أنه يعتدي علي لابد أن نعتدي عليه، وليس هكذا الحوار. الحقيقة سمحت لي أستاذ علي، الخطاب شدني للأمانة، أنا سمعت له الآن، قرأت قبل كذا لكن ما ركز عليه مثل ما ركز الآن. تضمن 4 محاور رئيسية، هذا لفت انتباهي. المحور الأول مخاطبة الداخل، أن الأمة تعاني من التشرذم والتخلف وإلى آخره، هذا يحتاج برنامج لمعالجة هذا الشأن، وهو معالجة داخلية يشارك فيها أهل العلم وأهل التربية، وليس فقط أهل العلم الشرعي، أيضا وعلم النفس والإعلام وجهات كثيرة، لكن هذه تحتاج إلى حزم وجهد. هذا محور. المحور الآخر أن الإسلام يعني أن الإسلام لابد أن يتحاور، تتحاور في بينهم المذاهب، هذه اللي تعليق عليها. طبعا هو تحدث خادم الحرمين الشريفين عن المجمل، يكون حوار هناك ما بين المذاهب، بين المذاهب الإسلامية. العنصر الثالث الحوار مع الطرف الآخر، الحوار العالمي. العنصر الرابع هو مطالبته بهيئة المتحدة لمحاكمة حقيقة، يعني أنك تدين، يعني تستعد أنك تحاكم من يتعرض يتعدى على الأديان. أنا ودي أركز إذا سمحت لي على الجزئية المتعلقة بالحوار ما بين المذاهب. أنا كمواطن بسيط كمسلم اللي أنظره قدامي القرآن والسنة، ما خالفهما يعتبر خارج عن هذا النطاق، سواء كان من يقول أنا سنة أو غيره من المذاهب الأخرى. فيما يتعلق ما بين من السنة ومن الشيعة ومذاهب مختلفة، من يسيء للإسلام إساءة قوية وحقيقية عندما يفجر إنسان نفسه، هذا يعني خروج عن الإسلام حتى لو كان سني. عندما يشتم رجل أو امرأة صحابي من صحابة الرسول، من محبين الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أشتم زوجتك يا علي لا قدر الله، أو أشتم صديقك المقرب ليك، معناته لا أحبك على الإطلاق. هذا مفهومي أنا كمواطن بسيط. من هالمنطلق أنا اللي أقول ما في شيء اسمه حوار، في شيء في اسمه اتفاق على القرآن والسنة وعلى ما جاء في سلسلة التاريخ، أو التركيز على القواسم، التركيز على القواسم المشتركة الأساسية. أنت هنا من خرج عن هذا أو هذاك ما هو من الإسلام، ما في شيء أنا ما في شيء بالنسبة لي، لا أرى في شيء في داخلي شيء اسمه السنة وهذا شيعة وهذا ما إلى آخره. يعني ولكن أنا أقصد بس عشان توصل للفكرة، القواسم المشتركة، وفي نفس الوقت إنه نحترم الخلاف اللي ما فيه تعدي، ما في تعدي على حرية الآخرين أو على بس عشان الناس. توضح الفكرة في كلمتين، أنا مسلم قرآن وسنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما خرج عن هذا ما هو من الإسلام، لا أرى من الإسلام أبدا واحد زي ما قلت لك يفجر نفسه، ولا أرى أبدا أنه مسلم حقيقي أنه واحد يشتم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يهودي ولا نصراني يستطيع أن يشتم علنا أصحاب الرسول أو يطعن في الدين بهذا الشكل. نعم. طيب إذا كلمت الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرم ورئيس لجنة الحدود المركزية جاهزة. طيب خلونا نطلع فاصل حتى نأخذ محور جديد، راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم من جديد. في كلمة مهمة الحقيقة، ولقاء مهم للأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية.
في لقاء خاص لقنوات لقناة العربية نقلناه عنهم، نتابع ثم نعلق بعد ذلك. كما تعلم أن لجنة الإحصاء العامة أعلنت أنه الحج في هذا العام كان بعدد 3,161,573 حاج، وهذا أزود من العام الماضي. العام الماضي كان عدد الحجاج 1,927,717 حاج. الزيادة طبعا كانت واضحة، مع أن عدد حجاج الخارج كانوا أقل من عدد حجاج الخارج في العام الماضي. هذا يعني أنه عدد حجاج الداخل من نظاميين وغير نظاميين كان أعلى، وتقدر نسبة أو الإحصائية اللي طلعت من في الإحصاء العام أنه نسبة الحجاج الداخل كلهم حوالي 1,500,000. فهذا يعني أنه في عندنا حوالي 1,300,000 حاج غير نظامي في هذا العام. كيف يتم التعامل معهم؟ التعامل معهم الحقيقة يجب أن يكون على مستوى تعاملهم هم معنا. يعني عقوبات؟ يجب أن تكون هناك عقوبات، وأنا أعتقد أنه يعني يجب أن تطبق هذه العقوبات بأسرع وقت ممكن، ولا بد أن يوضع حد، لأنه مشاكل الحج كلها السبب الرئيسي فيها هو الحجاج غير النظاميين. إذا أخذت في الاعتبار أنه كل الخدمات التي وفرتها الدولة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة أو في غيرها كانت مبنية على عدد التأشيرات، تأشيرات الحج والفسحات الحج من الداخل، تأشيرات من الخارج والفسحات من الداخل. تخيل بس أنه أضيف على هذا العدد أكثر من 1,000,000، يعني حوالي 1,300,000 شخص لم يعمل حسابهم أصلا أنهم من الحجاج. هؤلاء 1,300,000 شخص يشاركون الحجاج النظاميين في كل الخدمات، معنى هذا أنهم يسلبون حقهم في هذه الخدمات ويضايقونهم في الحركة ويضايقونهم في السير ويفترشون الأرض في الشوارع التي يسير عليها، تسير عليها كل الحركة، حركة النقل في المشاعر المقدسة. هذا بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي لا داعي لذكرها يعني الآن. فلا بد من التعامل الحقيقة مع هذه الظاهرة بحزم، خصوصا وأنها ترتفع، يعني نسبة الحجاج الغير نظاميين ارتفعت في الأعوام الماضية بشكل ملحوظ، وهذا شيء سلبي. لو استمر هذا العدد واستمر هذا الارتفاع سوف نجد أنفسنا يعني قريبا جدا أنه عندنا حجاج غير نظاميين أكثر من الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة. ولاحظ أن الحاج الغير نظامي لا يلتزم بأي نظام للحج في هذه الأماكن كلها، لأنه أصلا غير نظامي فهو غير ملتزم بأي نظام. فكل المشاكل وكل الفوضى التي تحدث في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن يكون سببها الأساسي والرئيسي.
إذن كان هذا اللقاء الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نقلا عن قناة العربية، ولقاء للزميل سعود الخلف تحدث فيه عن أرقام الحقيقة تستحق التوقف. صحيح. وأعتقد في شفافية في الأمر، ولكن إن شاء الله إنه هذه أيضا يعني شفافية شيء إيجابي، ولكن علينا أن نبحث عن الأسباب، نكون أيضا عندنا شجاعة في قول الحقيقة. إحنا عندنا معلومات تتحدث عن تعاطف مع المخالفين من قبل رجال الأمن، يقول لك هي حجة في العمر ويمشي، وفي معلومات تشير في أن أحيانا رشاوة في أشياء حقيقة تستحق التوقف. هذا المعلومات اللي جينا إحنا، ما هو كلام الأمير خالد الفيصل. تحدث عن رقم مخيف الأمير خالد، يقول 1,300,000 مخالفين تعليق. وجهة نظرك من المتسبب في ذلك؟ ما أدري، فهمت أخي علي صححوا لي أنه 1,300,000 هذا مش مخالفين، هذا النظاميين ودخل ضمنهم اللي يقدمون خدمات من السعوديين، وكلهم الحجاج 3,100,000، فما بين 3,100,000 لا أنت لا أنت تتكلم عن 1,300,000 مخالف من الداخل، يعني سعودي وغير سعودي. أيه. وتحدث عن 1,500,000 من السعودية وغير السعودية، يعني أيًا يكون نظاميين. نعم أيًا يكون، معناه في مخالفة مش حيقل عن 1,000,000 على كل حال مخالف. السؤال اللي يطرح نفسه وكنت أسأله بيني وبين نفسي، هل شرعًا هذا يجوز؟ طيب إذا لا يجوز ذلك، لا يجوز حاج مخالف أن يؤدي الحج ولا تقبل حجته، أو أن من يوضح لهم هذا دور المشايخ حقيقة، دور التوعية هنا. الشيء الملفت فعلًا، خليك من النظاميين والخدمات وإلى آخره، التركيز على غير النظاميين. وغير النظاميين أي اللي داخلي من داخل السعودية، من مقيمين وسعوديين، لكن واضح أن النسبة العالية من المقيمين. هذا يعطي انطباع أنه المقيم هنا لا يتقيد بنظام شرعي، فما بالك بتقيده بالنظام الطبيعي العادي في عمله. هذه ناحية، بغض النظر عن دخول مكة والتسامح واللي ذكرته، بس أنا تركيزي على الحقيقة التساؤل العجيب المثير، هؤلاء المخالف من يخالف ويتجرأ يخالف؟ الله سبحانه وتعالى سيتجرأ بكل بساطة أن يخالف في داخل البلد، هذا يحسب لا حساب. هذا أيضا يعطي انطباع أن عدد المقيمين في المملكة رقم مخيف، أستطيع أقول لك أنه رقم مخيف فعلا، ما في عندهم انضباط ولا في استطاعة أنك تضبطهم في داخل المملكة. يعني شيء فعلا يعني علامة استفهام كبيرة مثارة، ومثل ما قال سمو الأمير خالد يخشى أنه في يوم من الأيام سير عدد المخالفين من الحجاج أكثر من النظاميين، وهذا اللي بيحدث إذا ما تم معالجة أو مكاشفة القضية ومعالجتها معالجة من الأساس كما ذكرت. ودي الحقيقة أنه أيضا الأمير تحدث قال في أشياء ما في داعي لذكرها، في أمور ما داعي ذكرها، كنت أتمنى أن نعرفها حتى يكتمل عقد الشفافية إذا جاز التعبير، حتى نعم. يعني يكون في حلول، لكن ربما في الجهات المعنية سيذكر الأمير ذلك، لأنه مهم. تعرف ليش؟ لأنه اليوم في شائعات كبيرة، ودائما إذا حجبنا المعلومات تزداد الشائعات. نعم. فأسلم حل لكبح للمكافحة الشائعات أنك تقول معلومات يعني أكثر شفافية. تعليق على ما ذكر والله يا أخي الكريم، أولا أعتقد أنه عدد كبير من هؤلاء الحجاج غير النظاميين ليس لديهم ثقافة إسلامية كافية، وهذا الجهل يسبب إلى مشاكل كثيرة، منها مخالفة ولي الأمر. يعني إذا حدد ولي الأمر أن المقيم له مرة كل 5 سنوات أن يحج، يلتزم بهذا ويفسح المجال أمام غيره. إذن موضوع ثقافة وتعليم والتزام وضوابط وأخلاقيات الحاج. أنت من القواعد الأساسية للأخلاقيات أن تتبع الأنظمة، لا أن تخالف الأنظمة. نحن أيضا الإعلام مع وجود الحملات الجيدة جدا في اعتقادي لا زال مقصرا في موضوع تثقيف المسلمين بشكل عام، المقيمين والسعوديين المواطنين، بموضوع الالتزام بمرة كل 5 سنوات، لأن هذا الأمر يعني يفرض يعني أعباء كبيرة ومسؤوليات كبيرة على القائمين بالحج. أضف إلى ذلك أن هناك دورا كبيرا للعلماء، العلماء يجب عليهم التركيز
على موضوع الالتزام بضوابط الحج، الالتزام بأمر ولي الأمر، الالتزام بالأنظمة والقوانين، لأنه لا يمكن ضبط هذا العدد الكبير جدا، 3 ملايين هذا المعلن، 3,160,000 هذا الأمر المعلن، وقد يكون أكثر من ذلك بكثير، لأن هناك كثير من أهل مكة وأهل الطائف وأهل جازان وأهل كل المناطق القريبة والمجاورة وجدة يذهبون إلى الحج دون تصريح ودون أن تكشف أسماؤهم، لذلك لا يمكن إحصاؤه إحصاء دقيقا كاملا 100%. أضف إلى ذلك أن هناك واجبا كبيرا على أصحاب الحملات أن يتأكدوا تماما من مصداقية الشخص الذي يأتي إلى الحج، وهل حج سابقا والحج خلال 5 سنوات. هذه أمور أساسية الحقيقة. في نقطة صغيرة حقيقة لابد أن نذكرها، أنه أيضا أتصور من ضمن المخالفين المجموعات الباقية من العمرة إلى الحج، وهذه صحيح. يعني يترتب عليها تطبيق العقاب أو النظام تطبيقا كاملا ضد شركات الحج اللي بتستخدم أولئك وتبقيهم في مكة. نعم صحيح. شكرا لك أستاذ عبد الله العمير الكاتب الصحفي على حضورك لتلبية الدعوة. شكرا لك دكتور محمد سعيد باسل. جزاك الله خير. حضورك. شكرا جزيلا. راح نروح هنا مع أخبار الصحف اليوم ونشوف أبرز ما تحدث عنه فيما يتعلق بالحج، نتابع. خمسون 50% من حجاج الداخل يغادرون مكة المكرمة. كشف عضو مجلس الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سعد جميل القرشي أنه سينهي أكثر من 50% من حجاج الداخل المتعجلين حتى ظهر غد رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، كما أن هؤلاء المتعجلين سينفرون من مشعر منى على أن يغادر آخر متعجل منى قبل غروب الشمس من يوم غد. ومن جهة أخرى، بيّن وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد الهيج أن الأمانة شكلت عدد من الفرق الميدانية الخاصة بمتابعة المرافق البلدية للتأكد من جاهزيتها ومدى استيعابها لقوافل ضيوف الرحمن عقب عودتهم من المشاعر المقدسة، مبينا أن جميع هذه الفرق قد تم تشكيلها بعناية لتكون على مستوى عال من القدرة والكفاءة لمتابعة مختلف المرافق البلدية كالأنفاق والجسور والشوارع ودورات المياه والتأكد من كفاءة عناصرها، حيث يبلغ عدد الأنفاق حوالي 51 نفقا إجمالي أطوالها أكثر من 30 كيلومتر، إضافة إلى شبكة الجسور الموجودة بمكة والمكونة من 37 جسرا تربط نواحي مكة بالمشاعر المقدسة، جميعها تمت صيانتها ومتابعتها لاستقبال الأعداد الهائلة من أرتال السيارات خلال هذه الأيام. 200 دراجة نارية وفرق لرصد التلوث في شبكة الأنفاق. أكد اللواء سعيد بن علي القرني قائد الدفاع المدني بمشعر منى أنه استمرارا لإجراءات الدفاع المدني التي صاحبت تشغيل مشروع قطار المشاعر، تم استحداث وحدات ميدانية تتمركز بمحطات القطار الثلاث بمشعر منى يعمل بها قوة مدربة للتعامل مع حوادث القطارات، وهذا العام تم تخصيص وحدة لكل محطة ودعمها بالقوة البشرية اللازمة والمجهزة بكافة الآليات والمعدات الفنية لأداء مهامها. 1,000 ريال غرامة لمن يستخدم الغاز بالمشاعر. كثفت وحدات الدفاع المدني بمشعر منى من جولاتها التفتيشية لتفقد اشتراطات السلامة بمنطقة المجازر وإزالة أي مخالفات فيها تهدد سلامة الحجاج بها طوال يوم النحر، ومتابعة التزام عمال المجازر بقرار حظر استخدام الغاز المسال طوال موسم الحج. وأوضح مسؤول وحدة الدفاع المدني بمنطقة المجازر في مشعر منى النقيب يحيى عقيل أن مساحة منطقة المجازر الحديثة في منى تتجاوز 6,000 متر مربع، ويعمل بها خلال موسم الحج هذا العام قرابة 6,000 شخص من بين أطباء بيطريين وفنيين وعمال وجزارين. وأشار إلى أن دوريات الدفاع المدني تراقب التزام جميع العاملين بالمجازر بقرار منع دخول اسطوانات الغاز المسال للمشاعر والتعامل مع أي مخالفات في هذا الشأن وإيقاع عقوبة الغرامات المالية الفورية على المخالفين وقدرها 1,000 ريال وفق ما أقرته وزارة المالية. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة. أشكر كل الزملاء في هنا في الرياض وفي مكة على ما قدموه، أيضا أشكر كل الضيوف اللي كانوا معنا، أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا دائما في أهلا. ألقاكم غدا في أمان الله.